بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنت يا رب ترجع وتتراءف على صهيون لأنه وقت التحنن عليها، هو ده رسالة التجسد وعنوان الموسم اللي احنا بنحتفل بيه. عند العالم هو موسم سيزون كده اسمه الكريسماس، يعملوا اللي يعملوا فيه، ولكن عندنا احنا المسيحيين دي بداية لا تنتهي، بنعيشها طول العمر، وقت التحنن. التجسد هو بداية من الله، ينظر إلى الإنسان في ضعفه واحتياجه ويحن عليه. الحنان اللي احنا نعرفه لبعضنا، انا امشي في الشارع اشوف واحد محتاج احن عليه اديله حسن واروح بيتنا، راجل مريض اروح ازوره، متألم حبكي معاه شوية واروح. ده الانسان، لكن حنان الله مش كده. لما الله بيشفق على الإنسان ويحن عليه بيتبنى كل احتياجه. يعني الفقير اللي حكيت لك عليه اللي أنا طلع حاجة وديله، طب لما الله يحن على فقير بيعمله إيه؟ يفتقر هو وهو الغني. أدي سر التجسد، هو الغني افتقر لأجلنا. طب المريض اللي أنا بروح أزوره هو يعمل إيه الله لما يشفق على المريض؟ ياخد المرض بتاعه ويئن ويرفعه. حنان الله اتحاد، اللي حرك الله لأنه ينزل ويتحد هو حنانه على ضعفنا، هو ده التجسد. عشان كده بقول لك ما ينفعش أبدا التجسد ده يبقى سيزن، لا، ده بداية بتبتدي من إنجيل النهاردة ده ونعيش بيها العمر كله، وعنينا وإحنا في ضيقتنا على الله اللي متبني ضعفنا واحتياجنا وساكن فينا. بداية الخلاص، بص إنجيل النهاردة بديع جدا، راجل تقي كاهن وقور كبير اسمه ذكريا، امرأته اسمها أليصابات، بارين في كل طرقهم، كل حياتهم سيرة نقية، ولكن عندهم مشكلة، عندهم ضعف، عندهم أنين، ما عندهمش ولد. طب يعمل ايه الله؟ صابر صابر صابر، وبعدين يتحنن. بس أنا لي موقف مع زكريا ده، انتوا سمعنا ان بعد كم سنة كشف لنا الانجيل عن حال الهيكل وحال الكهنة. عدت 30 سنة من الحدث دوت، وشفنا المسيح له المجد هو داخل الهيكل، ومنظر الهيكل قال ده مغارة لصوص،
طب يعني مغارة اللي بيستخبى فيها، طب مين اللصوص؟ الكهنة. مغارة لصوص يعني الكهنة هم اللصوص. هم دول. طب ايه المنظر ده؟ ايه الهيكل ده شكله ايه؟ اديك شفت شكله. إيه باعت الحمام والصيارفة وي 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 ورؤساء الكهنة لصوص. طب في وسط الجو ده كان في واحد كويس. طب في وسط الجو ده يعني كانت ايه مشاعر الله على الهيكل ده؟ ما كانش مش فارده، ولكن عين الله على التقي في وسط العالم الشرير ده. كنت بقول امبارح الله لا ينزعج من الشرور، ولكن بيتحرك زي ما بقولت من شويه ناحيه الشخص المؤمن والمنتظر لخلاصه. دي شهاده الانجيل لما بنقراه. احنا بنشوف في حاجتين انا نفسي اوصل معاكم لدي. احنا لما بقرا الانجيل بطلع منه بحاجتين اتنين. نمره واحد، انا بفهم مين الله ده اللي انا بعبده. نمره اتنين، بشوف ضعفي انا، بشوف عيوبي انا، وتتصلح بالانجيل. ادي الانجيل. واتوسل اليكم ان كل مره تفتح فيها الانجيل بص على الحاجتين دول، مين الله ده؟ فانا في انجيل اليوم شفت مين الله ده. شفت اله وفي، اله وفي جدا تطمن له الحياه كلها. اله وفي، عالم هيكل كله شرور، لكن في راجل تقي. وبعدين المذبح، وفاء الله حتى والهيكل فسدان، ظهر له ملاك عن يمين مذبح البخور. ده وفاء الله، هو ده الله. الحاجة التانية زي ما بقولك اللي أطلع بيها لي أنا، إيه الراجل زكريا وأليصابات ده؟ إيه إيمانهم ده كله؟ إيه العمر ده كله في العبادة وهم متألمين؟ أنا وكتير لما يجي لي ضيقة بشك في الله أو أتذمر أو مش معنى أنا. تخيل، بص بقى على زكريا تاني. ما أنا بقولك الإنجيل أنا بكتشف في عيوبي، أدي عيب فيا وفي كتير أنا بس بحطه عليا. لما بيتأخر الله عليا الإيمان بيضعف، وش معنى أنا؟ وربنا ما بيسمعش الصلاة، وبص العالم ما كله أهو. لا لا لا، ده أنا بشوف نفسي بقى في الإنجيل وصلح من عيوبي. لا يا رب، عهدي معاك إني أفضل وفي ومنتظر الوقت المناسب اللي أنت تشوفه. طلبتي حطتها أمامك، واستنى يا رب العمر كله. أدي الدرس اللي هطلع بيه أنا. وبعدين برضك طلع الله ده إله عظيم جدا. لما صبر 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 وأعطى يوحنا، إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك فخر زكريا وفخر أليصابات ولدت ابن الموعد؟ لما الله بيتأخر علينا في العطايا بتبقى وراها خير كتير احنا ما نعرفوش، ولكن انا هاخد من زكريا ده وتشجع ايماني جدا. في سفر التكوين نفس المبدا، كانت الارض كلها ايام نوح. ربنا قال كده ان نهايه كل بشر قد أتت أمامي. في سفر التكوين إصحاح 6 عدد 13،
فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي. هي مشابهة للقصة بتاعت النهاردة أو مش الهيكل بعد شوية قال لهم إيه؟ الله المسيح له المجد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. نهاية. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت إلي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم وأنا مهلككم من الأرض. فاصنع لك فلكا. ليه؟ لأني وجدتك بار في عيني. ادخل الفلك وأنا أقيم عهدي معك. إيه الفلك ده؟ ده التجسد. الفلك ده، ده التجسد، ده شخص المسيح اللي أتى إلى عالم ظلمة، مش قال كده؟ النور أتى إلى العالم والعالم لم يقبله لأنه أحب الظلمة أكثر من النور. صورة طبق الأصل، أتى المسيح إلى عالم مظلم، واليوم هو إحنا في عالم مظلم، بس جاي للمسيح بفلكه جسده ودمه، أدخل فيه واتحد بيه واستخبى مني جواه ويعبر بيا عالم الشرور ده. وقال لك عهدي معك. إيه المسيح ده؟ كنت بقول امبارح عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، ده سر الله بيعلنه ليا مش كلام. ايه السر؟ انه اتى بفلكه جسده ودمه، وبدعيني اني ادخل الفلك ده، ادخل جوه جسده اتحد بيه. طب وده ايه؟ ده النجاة. العالم اللي احنا فيه بقى مزعج جدا، كل الناس خايفة، كل الناس شايلة هموم، سواء من جوه او من بره أو عالم بقى تقيل على النفس. وبعدين المسيح يندهلك يقول لك ما تخافش، نهاية كل شر أتت أمامي، ولكن أنت إياك أنا وجدتك فيك نعمة، تعالى تعالى ادخل الفلك ده واصبر، اصبر وخلي إيمانك في المسيح ثابت إلى النهاية. أدي التجسد، أتى المسيح عشان ندخل جواه. وعين ما نخافش بقى، بص منظر نوح كده وهو جوه الفلك والعالم كله ميت حواليه وهو مطمن جدا. احنا دعوتنا كده، عهدنا الجديد مع المسيح هو كده، انه أتى واتحد فينا، وبعدين احنا بقينا سكان بيت الله، احنا هنتحد بجسد المقدس ودمه الكريم ونبقى في المسيح. الذين هم في المسيح هم ايه؟ خليقة جديدة. الخليقة القديمة خلاص غرقت في المعمودية. سر ليه حق بولس الرسول عظيم هو سر التقوى. السر ده بتاعك انت، ده بتاعك. ليه؟ عشان تحفظه. وياك تخاف من أي حاجة في العالم، لا مرض ولا ضيقة ولا موت ولا حزن. ليه؟ لأننا في المسيح له المجد إلى الأبد. أمين. نحن نعطيك السلام معك.